الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها اعتداءات بالجملة على أبناء عرفال، خطف اثنين وطعن ثالث والتعرض للسوريين في الضاحية. إن اللجوء إلى أقفال الطرقات وتعطيل الحركة في البلاد لن يعيد إلينا عسكريين. سلام يدعو اللبنانيين إلى الثقة بالحكومة وبإدارتها لملف المخطوفين، ويشدد على أهمية الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية. وكما عاهدنا شعبنا على مواجهة الأسد، سنواجه دولة الفساد داعش. إننا نعلن الانتفاضة الثورية. ثوار سوريا يعلنون الحرب على داعش والأسد، ووزراء الخارجية العرب يدعمون الحرب على الدولة الإسلامية. صباح الخير. فيما عائلة الشهيد عباس مدلج وقبله الشهيد علي السيد كانتا برقي شهادتهما تدعوان إلى منع فتنة أرادتها داعش بين اللبنانيين، خطف المواطنان عبدالله البريدي وحسين الفليطي من بلدة عرسال من قبل مسلحين من آل المصري، كما تعرضت حافلة صغيرة تقل عراسلة على الطريق الدولية إلى الاعتداء، وقد ضرب ركابها وطعن وائل الجباوي بسكين في عنقه وحالته حرجة. هذه الارتكابات بحق المواطنين اللبنانيين ترافقت مع حملة اعتداءات على اللاجئين والعمال السوريين في عدد من المناطق، فبعد احراق العديد من الخيام التابعة لهم عمد بعض الشبان في الضاحية الجنوبية الى ضرب بعض السوريين بآلات حادة. هذا الوضع المتوتر دفع خلية الأزمة الوزارية إلى اعتبار نفسها في حال انعقاد دائم، وعقدت اجتماعا برئاسة الرئيس تمام سلام في دارته قبل أن يخرج رئيس مجلس الوزراء برسالة متلفزة إلى اللبنانيين أكد خلالها النظر في كل السبل الكفيلة بتحرير العسكريين ومواصلة الاتصالات والمساعي في كل اتجاه للوصول إلى هذه الغاية. وشكر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مساعيه المستمرة لمساعدة لبنان على تجاوز هذه المحنة. إن مشاعر الحزن والأسى لدى أهالي العسكريين المخطوفين وجميع اللبنانيين هي مشاعر طبيعية تحظى بكل احترام وتفهم، لكن ما جرى في الشارع في الأيام الماضية أساء للشهداء وأساء لقضية أبنائنا الأسرى، وكاد يودي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة. إن اللجوء إلى أقفال الطرقات وتعطيل الحركة في البلاد لن يعيد إلينا عسكريين، فالمواجهة في مكان آخر هي مع العدو الإرهابي وليس في الداخل مع بعضنا البعض. المعركة طويلة، ويجب أن لا تكون لدينا أي أوهام في أنها ستنتهي سريعا أو أن هناك عصا سحرية لإنهائها. العدو ليس تقليديا، لقد تسبب لنا بألم كثير وقد يتسبب بألم أكثر، لذلك فإن المطلوب هو الثقة بالحكومة وبإدارتها لهذا الملف بعيدا عن المزايدات، والمطلوب أيضا هو الالتفاف الكامل حول الجيش والقوى الأمنية التي تحظى بتغطية سياسية كاملة، وعلى القيادات السياسية وقادة الرأي إدراك حراجة اللحظة التي تمر بها البلاد والارتفاع إلى مستوى التحدي والعمل على ضبط الانفعالات والغرائز وتصويب الرؤية وتغليب كل ما هو وطني جامع على أي مصلحة فئوية. النازحون السوريون أهلنا، استجاروا بنا فأجرناهم مثلما تفرض أصول الأخوة والجوار، وإذا كان بعض أماكن تجمعهم قد تحول إلى بؤر خرج منها مسلحون إرهابيون
انتهكوا حرمة الضيافة واعتدوا على عسكريين ومدنيين، فإن معالجة هذه المسألة الشاذة يجب أن تتولاها السلطات المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، بعيداً عن العقل الثأري الداعي إلى الفتنة، فنكون بواحدة لنصبح بفتنتين. قالت مصادر مطلعة لصحيفة السفير أن من بين أوراق القوى التي يجري التلويح باستعمالها في حال استمر إعدام العسكريين عزل جوردي عرسال عن البلدة بشكل نهائي، وقطع الإمدادات عن المسلحين، وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق موقوفي فتح الإسلام. ونقل متصلون بالرئيس سلام عنه قوله أن هناك شيئا جديا على مستوى التحرك القطري لمعالجة ملف المخطوفين، لافتا الانتباه إلى أن الدوحة أبدت استعدادا للتعاون والمساعدة، لكن الموضوع شائك وطويل، وهو لا يتعلق فقط بعسكريين بل ببلدة لبنانية تحولت إلى رهينة. وسط هذه الأجواء أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق صحيفة السفير أن الاتصالات مفتوحة مع قيادة حزب الله لضبط التوترات والانفعالات في الشارع، لا سيما مع معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وقد ساهمت في تهدئة النفوس وضبط الأرض. إلى ذلك لف الحزن منزل الشهيد عباس مدلج، وقد عبر أهالي البقاع بكل أطيافهم عن حزنهم وتضامنهم مع أهالي العسكريين المخطوفين. التقرير لربيع شنطف. الله يظلمهم مثل ما ظلموك يا أمي، الله ياخذ لي حق ابنهم يا أمي، الله عزهم يا ماما. هي حرقة أم على ابنها الذي سقط شهيدا مذبوحا من قبل أناس لا تعرف الرحمة. بعد والدة الشهيد علي السيد، ها هي والدة الشهيد عباس مدلج تضغط على قلبها وتطالب الجميع بوأد الفتنة. الأم سارت على خطى العائلة التي أصدرت بيانا أعلنت فيه أن عباس شهيد الوطن وكل الطوائف، داعية إلى التصرف بشكل عاجل من أجل وضع حد لمأساة العسكريين الباقين. وعلي السيد شهيد، شهيد لبنان، وعباس شهيد لبنان، شهيد الوطن. نحن كنا ثلاثة بسلك الدولة، أنا عسكري متقاعد، وأنا عندي الاستعداد اللازم، وبطلب من قيادة الجيش إنها تحطني محل عباس. ما بعثت له صورته على التليفونات، هو مدبوح، بعثت له صورته ورجع حطه على التلفزيون إنه استشهد. واني بس اكبر بدي فوت بالجيش، بدي اخدم الوطن، وبدي اخد بيطار اخي. جندي عباس مدلج من بلده مأني. ها هو عباس ابن 20 عاما والذي حاول التصدي للمجموعات المسلحه في عقر دارهم، الا ان يد الغدر كانت له بالمرصاد. منزل الشهيد مدلج الكائن في بلده الانصار في بعلبك قد غص بالمعزين. هذه الجريمة الإرهابية أثارت أهالي البقاع بكل أطيافه. سني مسيحي مروني كل شيء، كونوا أخوة يحطوا إيدنا بإيد بعض. البلد فارض بيني وبينك. نتأمل من الشعب أنه يتعاون مع الدولة لحتى نصل لنتيجة. شو بتقول لأهالي العسكريين؟ والله الله يكون بعونهم. الله يصبرهم، الله يصبرهم، الله يهدي الدولة. أتمنى من الدولة كمان أنه تنظر بوضعهم، يعني يحطوا هالشي على حالهم، هني عندهم أولاد كمان، معلش يتفاوضوا شوي. الله يفك أسرهم إن شاء الله ويعم السلام بلبنان. تجدر الإشارة إلى أن عائلة الشهيد مدلج قد لعبت دورا كبيرا بإعادة فتح الطرقات التي قطعت في عدد من المناطق البقاعية. أهالي البقاع يؤكدون وقوفهم إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية للتصدي لكل من يحاول أن يعبث بأمن منطقتهم. ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل. قطع الطرق للمطالبة بفك أسر العسكريين المخطوفين وإعادة فتحها مشهد تكرر طيلة الساعات الماضية وفي أكثر من منطقة، وأهالي العسكريين طالبوا بعدم زج قضية أبنائهم في الزواريب السياسية ودعوا إلى تحييد النازحين السوريين عنها. بطلب من الدولة
من كل المسؤولين انه يبعثوا لنا اياهم بخير وسلامه ونحن ممنونين. هي صرخة أم سليمان الديراني التي صدحت بحنجرتها مطالبة بإطلاق سراح فلذة كبدها وجميع رفاقه العسكريين، حركة مستمرة لا تهدأ ولا تستكين لأهالي العسكريين المخطوفين الذين نزلوا إلى الطرقات منذ اليوم الأول لأسر أبنائهم. توجه إلى الدولة بكل أجهزتها وقواها أن تعي وكفاها مماطلة واستنزاف، فوطننا لم يعد يحتمل الويلات والمآسي. لا إسلام ولا أنا مسيحية ولا أنا سنة ولا شيعة، نحن بنحمل الأرز اللبنانية، نحن مع الجيش ومع القوى الأمنية وأهل عرسال أهلنا. الأهالي شددوا في تحركاتهم التي امتدت على مساحة الوطن على أهمية الحفاظ على العيش المشترك، مؤكدين حرصهم على النازحين السوريين وسلامتهم وعلى تحييدهم ومنع أي اعتداء عليهم. مطلب من المسؤولين بالدولة اللبنانية قال لهم النظر في وضع ابني وباقي المخطوفين، بطلب من الدولة الإصرار في محاكمة جميع الموقوفين في سجن رومي حتى يتم الإفراج عن ابني. هيبة الدولة بتكون منصانة إذا منخلص أولادنا، هيبة الدولة بتكون مهانة إذا منخسر أولادنا. هذا وأقفلت مجموعة من الشبان تدعى أوميجا تيم الطريق المؤدية إلى سجن رومي لبعض الوقت تضامنا مع العسكريين المخطوفين. وفي الإطار ذاته وبدعوة من عائلة الرقيب الأسير جورج خوري، نفذ أهالي بلدة القبيات اعتصاما حاشدا طالبوا فيه الدولة بتكثيف جهودها للإفراج عن العسكريين الأسرى. لبى أهالي القبيات العكارية دعوة أسرة الرقيب في الجيش اللبناني جورج خوري المعتقل لدى المجموعات المسلحة في جرود عرسال إلى الاعتصام في ساحة البلدة للمطالبة بالإفراج عنه وعن رفاقه. تقدم الاعتصام النائبان هادي حبيش ونضال طعمي وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل محمد المراد ورئيس حركة شباب عكار خالد عبود مرعب وفعاليات البلدة وبلديتها ومخاتيرها ومسؤولو عدد من القوى السياسية. شقيقة الرقيب جورج ماري أشارت إلى أنها تلقت اتصالا من شقيقها أمس وهو يطمئن الجميع أنه بخير. نحن مش مجبورين نتحمل مسؤولية اللي عم بيصير بسوريا. يا حزب الله يا حزب الله بناديك وبدي أرجع ناديك ورح ضل ناديك، ما تدخل لبنان باللي عم بيصير بسوريا. لبنان انت مش عم بتقول انك عم تحمي لبنان؟ مش هو هيدا السبب الرئيسي اللي هو عم بيقول فيه انه هو واقف في سوريا؟ لبنان بحاجة لك اكتر. بعد ذلك انطلق الجميع في تظاهرة جابت شوارع البلدة وصولا حتى منزل الاسير الرقيب معلنين عن تضامنهم مع العائلة. وفي النشرة بعد الفاصل، جملات يدعو الى التفاوض عبر الدول في قضية العسكريين المخطوفين. يتوجه اليوم عدد من بطاركة الشرق إلى واشنطن للبحث في أوضاع المسيحيين والأقليات في مؤتمر ينعقد في واشنطن بين 9 و11 من أيلول. وقال عضو وفد التيار المستقبل إلى المؤتمر بتكليف من الرئيس سعد الحريري النائب عاطف مجدلاني لصحيفة النهار، قال بأن الوفد سيؤكد الاعتدال والعيش المشترك، كما سيؤكد أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب الأصولي بالإرهاب الديكتاتوري مهما حاول البعض أن يبرر ذلك. جال نائب وليد جملاط على قرى الشحار وأكد أنه مع التفاوض عبر الدول في قضية العسكريين المخطوفين لا عبر اللجوء إلى المقايدة، مطالبا بمحاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي. مجموعة مواقف خرج بها رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط في إطار جولته على قرى الشحار الغربي، مشددا فيها على أهمية دعم الجيش اللبناني وتوحيد الصفوف على المستوى الداخلي لتجاوز المخاطر المحدقة بلبنان. ورافق جملاط الوزيرين وائل بوفعور وأكرم شهيب وقيادات في الحزب التقدمي الاشتراكي. البداية كانت في بلدة قبر شمون، حيث قصد جملاط النصب التذكاري لشهداء البلدة موجها التحية إلى كل شهداء لبنان أينما سقطوا. أحيي جميع الشهداء من كل الفئات اللبنانية
ننسى لأن هناك إسرائيل، وهنا قاومنا إسرائيل، هنا في قبر شمون قاومنا إسرائيل. ثم انتقل جملاط والوفد المرافق إلى بلدة البني، فزار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دارته بحضور جمع من المشايخ وأبناء البلدة، وألقى حسن كلمة أثنى فيها على مواقف جملاط ودوره على المستوى الوطني في هذه الظروف الصعبة. مع التفاوض عبر الدول، جانا مندوب قطري بس مش مع المقايضة المباشرة، مع التفاوض ومع الإسراع في المحاكمة المسجونين الذين يقبعون منذ أكثر من 10 سنوات، إذا مش أكثر، جماعة الدولية سنة 14 سنة لظروف سياسية ضيقة، أحد لم يجري المحاكمة ولم تبدأ المحاكمة. غريب، لماذا لم تبدأ المحاكمة لهال 400؟ بعد ذلك زار جنبلاط بلدة كفر متى، حيث التقى الشيخ ناصر الدين الغريب في دارته، ثم انتقل إلى القاعة العامة للبلدة فكنيسة القديس جورجيوس، حيث تم التشديد خلالها على ختم الجرح الأليم وفتح صفحة جديدة نحو المستقبل. عجل التسوية في لبنان، أيا كانت التسوية، وانتخبوا رئيس وانتخبوا كل الفرقاء، فليجتمع جميع الفرقاء دون استثناء لانتخاب رئيس، لأن أمن لبنان ورئاسة لبنان وانتخابات نيابية في لبنان بتهمنا أكثر من أي وقت مضى. أما المحطة الأخيرة كانت في كنيسة عين درافيل، حيث وصف جملات المسيحيين بخميرة الشرق، متطرقا إلى ملف مطمر النعمة، مؤكدا البحث في حلول جذرية له حتى لو تأخر موعد الإقفال بعض الوقت. ذكرت صحيفة النهار أن لبنان تلقى دعوة لحضور مؤتمر جدة لمواجهة الموجة التكفيرية في العالم العربي، امتدادا لمؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي الذي شهدته ويلز أخيرا. وفي حيثيات الدعوة البحث في تدابير معينة بما يمثل درعا إقليمية لحماية المنطقة من أخطار التطرف الذي يتهددها حاليا. الصباحية مستمرة وفيها بعد الفاصل. غارات أمريكية على داعش والحكومة العراقية تبصر النور في الساعات المقبلة. صوت وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة على مشروع قرار يدعم الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش، في وقت دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة إلى قرار يجبر بشار الأسد على التنحي، مطالبا بسحب عناصر حزب الله من سوريا. مكافحة الإرهاب هو العنوان الأبرز الذي خيم على أعمال الدورة العادية 42 بعد 100 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي التأمت في القاهرة برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة خلفا للمغرب. رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة رأى أن استبداد النظام السوري أحد أسباب انتشار الإرهاب في المنطقة، داعيا إلى قرار يجبر الأسد على التنحي وتشكيل هيئة حكم انتقالي، كما جدد مطالبة الحكومة اللبنانية بالسعي لسحب عناصر حزب الله من سوريا وعدم التخلي عن اللاجئين السوريين. ونؤكد على رفضنا المطلق للمساس بأمن لبنان أو العبث باستقراره، ونتمنى على الحكومة اللبنانية ممارسة الضغوط لنزع فتيل التوتر، وذلك عبر إلزام ميليشيا حزب الله بسحب مقاتليه من سوريا. وبالرغم من أن الحكومة اللبنانية نأت بالنفس عن التدخل في الشؤون السورية، ولكن هذا لا يعني أن تترك الحكومة وتتخلى عن مسؤوليتها تجاه اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها. في جلسة الافتتاح التي لم تغب عنها القضية الفلسطينية وأزمات سوريا والعراق واليمن وليبيا، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى قرار عربي شامل لمواجهة الإرهاب. الوزراء العرب صوتوا على مشروع قرار لمحاربة تنظيم داعش، فيما اقترح العراق مسودة قرار على جامعة الدول العربية لمساندة جهوده في التصدي لمقاتلي داعش، تنص على أن أفعال التنظيم ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أعلنت فصائل من المعارضة في الشمال السوري انضواءها تحت راية الثورة السورية واندماجها تحت مسمى الفيلق الخامس لمقاتلة الأسد وداعش في المناطق السورية كافة.
وكما عاهدنا شعبنا على مواجهة الأسد سنواجه دولة الفساد داعش. إننا نعلن الانتفاضة الثورية. إذن أعلن قائد جبهة ثوار سوريا جمال معروف الانتفاضة الثورية الشاملة ضد ممارسات تنظيم داعش التي تجاوزت كل الحدود وشكلت درعا لنظام الأسد وقواته وسعت لإجهاض الثورة السورية. أما عصابات البغدادي هذا الذي ادعى الخلافة كذبا وزورا فأقول لكم إن خلافته مذعومة مشؤومة باطلة. الألوية في سوريا لبت النداء ووحدت صفوفها تحت راية الجيش السوري الحر ورفعت من جهوزيتها متواعدة بطرد داعش من المناطق التي يسيطر عليها خاصة حلب ودير الزور والرقة. بالآلاف جاءوا وبالأسلحة والمعدات اللازمة لكسر القيود ومقاتلة ما أسموه بدولة بشار الأسد ودولة أبو بكر البغدادي بهدف تحرير الشعب السوري منهما. وشريط الفيديو هذا يؤكد للعالم بحسب قولهم لا صحة لكل ما يقال عن عدم وجود معارضة سورية معتدلة أو جيش حر، مؤكدين أنهم الثورة السورية الحقيقية. يبدو أن استراتيجية داعش الإلكترونية واستعراضها العسكري من خلال مقاطع فيديو ستتأثر، ولكن الأكيد أن الأيام القادمة ستحمل معها حربا حاسمة وشرسة ضد داعش. صعد النظام السوري حملته العسكرية الضارية على حي جوبر الدمشقي الذي يعتبر معقلا أساسيا للمعارضة، حيث شن طيران الحربي غارات متواصلة على الحي وصفت بأنها الأعنف في إطار العملية العسكرية التي بدأها قبل نحو 10 أيام. الغارات الجوية على حي جوبر في العاصمة دمشق لم تهدأ منذ أكثر من أسبوع، حيث يحاول النظام استعادة هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة المعارضة منذ أكثر من سنة، كما استهدفت المروحيات الحربية بلدة عين ترمة في الغوطة الشرقية. في المقابل شنت طائرات النظام سلسلة غارات على عدة مناطق في سوريا بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام. وفي إدلب انهمرت البراميل المتفجرة على مدينة معرة النعمان وريفها، في حين ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مدينة الرستن في حمص، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني. وعلى صعيد المواجهات قال ناشطون إن الجيش الحر عمد إلى تفجير مقر تابع لقوات النظام في بلدة بصر الشام بريف درعا، كما قصف مواقع أخرى في قريتي العزيزية والرصيف في ريف حماة. هذا وشنت كتائب الثوار هجوما على كتيبة حفظ النظام القريبة من سجن الحسكة المركزي، في حين قصف الطيران الحربي بلدة يخور في مدينة حلب وتل رفعت في ريف المدينة. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيقدم يوم الأربعاء المقبل خطته للتحرك ضد تنظيم داعش، وذلك بعد سلسلة غارات أمريكية على مواقع داعش قرب سات حديثا العراقي. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي أن التشكيلة الوزارية لحكومته هي الآن في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع أن تبصر النور في الساعات المقبلة. تزامنا دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبور النواب إلى جلسة لمنح الثقة إلى الحكومة مساء اليوم الاثنين. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين: اعتداءات بالجملة على أبناء عرسال، خطف اثنين وطعن ثالث، والتعرض للسوريين في الضاحية. إن اللجوء إلى إقفال الطرقات وتعطيل الحركة في البلاد لن يعيد إلينا عسكريين. سلام يدعو اللبنانيين إلى الثقة بالحكومة وبإدارتها لملف المخطوفين، ويشدد على أهمية الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية. وكما عاهدنا شعبنا على مواجهة الأسد سنواجه دولة الفساد داعش. إننا نعلن الانتفاضة الثورية. ثوار سوريا يعلنون الحرب على داعش والأسد، ووزراء الخارجية العرب يدعمون الحرب على الدولة الإسلامية.
نهاية النشرة، إلى اللقاء.